من البركة في رجب ينقدح النور في قلبك فيزداد، وتعرف تصلي على الوجه المرضي، والعاد تضر ترضى تضيع صلاة الوتر، والعاد ترضى تضيع صلاة الضحى ولا رواتب الصلوات، والصلاة في جماعة، وتحافظ على السواك، ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك، ولا شي مناظر سيئة في رجب لا تمد عينك إليها، ولا إلى زخرف الحياة الدنيا، يبارك لك في رجب. وإذا جاءت البركة في رجب سعدت في شعبان، وإذا سعدت في شعبان تمت السعادة في رمضان، وكل ليلة لك عند الله مكان ومنزلة، فهي مواسم خيور وأرباح كبيرة لمن يتاجر، لمن يعرف شان تجارة البقاء وشان تجارة الدوام وشان تجارة الخلود والأبد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فالله يقسم لنا بأرباح في هذه التجارة، تجارة الحسنات الباقيات الصالحات، تجارة القرب من الله، تجارة